متواصلين أيها الإخوة ومشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقاتنا المسائية، ونتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط 15 في مجمل الأشواط، ونتابع وإياكم هذا الانطلاق والاندفاع مع هذا السنسن اللقاية، ونشاهد هذه الأسماء المنطلقة. وأول الأسماء نشاهد هنا اللي هي ترفة لهجن المرخية وبقيادة محمد بن مدثر بن أحمد بن جاد الله. هنا نتابع في هذه اللحظات على المقدمة وفي الصدارة، نشاهد المركز الثاني والقدوم من هجن المرقاب، أيضا هنا تصلنا المنطلقة والمندفعة. نشاهد هنا هذا الاندفاع من هندسة اللي على المركز الثاني، هندسة قادمة لهجن المرقاب وبقيادة خميس بن سعيد الزرعي من يتابعها ويرافقها. المركز الثالث نشوف اللي حضرت ووصلت في هذه اللحظات، عهد هجن أم الزبار وبقيادة حمد بن جرحب. يا سلام الداب هنا من يتابعها في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف أبابيل لهجن المرقاب وبقيادة خميس بن سعيد الزرعي. يا سلام. المركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس ومن تصنع على خامس المراكز في هذه الانطلاقة، نشاهدها في هذا الاندفاع اللي وصلت هناك هنا مذاخير لهجن أم الزبار وبقيادة الصعاق علي بن سالم الصعاق. هنا من يتابع في هذه اللحظات مذاخير اللي قادمة مع هذا الانطلاق. المركز الخامس هنا اسم جديد يتدخل ووصول من عبلة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم لنا عبلة اللي وصلت في هذه اللحظات على خامس المراكز وفي طريقها إلى المقدمة باندفاعتها في هذا المساء الجميل. نتابع وإياكم في هذه اللحظات، نتابع وإياكم ونعود مرة أخرى إلى المقدمة هنا في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع من عهد. عهد اللي قادمة اللي من دفعة عهد لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن محمد بن جرحب، لكن هنا نعود إلى هندسة اللي تعود مرة أخرى، تعود إلى المقدمة عينها على الناموس بهذا الشعار، شعار هجن المرقاب. يا سلام، منطلقة هنا مع المقدمة. المركز الثالث نشوف عبلة اللي وصلت وتقدمت على ثالث المراكز في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، من افتتح أول الأشواط للبكار المسائية في هذا المساء الجميل وقدم لنا التوقيت الأفضل. هناك أيضا مع الشوط الأول الرئيسي في هذا المساء. يا سلام يا سلام، هنا نتابع وإياكم الانطلاق في هذه اللحظات. المركز الرابع نشوف مذاخير لهجن أم الزبار وبقيادة الصعاق علي بن سالم الصعاق، من يتابعها هنا في هذه اللحظات مع رابع المراكز منطلقة في هذه اللحظات ومندفعة. يا سلام يا سلام. المركز الخامس نشوف الوصول والقدوم من ترفة هجن المرخية وبقيادة محمد بن مدثر. يا سلام. المركز الخامس، هذه النتيجة مع الخمس المراكز. شوفوا الهجوم، شوفوا الهجوم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على الهجوم، على الهجوم. شوف الوصول مع الأسماء. يا سلام يا سلام. شوف اللي هتان يا سلام، بدأت تغير هتان، بدأت تنطلق من مركز إلى مركز، لكن عبلة انطلقت على المقدمة. عبلة اندفعت على المركز الأول بمقدمة هذا الشوط، عبلة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع عبلة مع المركز الأول مع المقدمة. يا السلام يا عبلة على الصدارة، تندفع بأدائها المتميز بهذا المساء الجميل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله عليها، ما شاء الله عليها وأدائها المتميز. عبلة على المركز الأول، هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، أحد عمالقة التضمير، أحد عمالقة التضمير الذي حقق من الرموز. يا سلام، مع هذا الشعار الذكريات التي تجمع ما بين هذا الشعار وهذا المضمر. يا سلام، هنا الذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع عبلة اللي تقود المسار، تندفع مع المقدمة وتقدم لنا أداءها المتميز مع المركز الأول. الأجواء جميلة يا أبو جابر،
جابر، الأجواء جميلة والناموس أجمل. يا السلام، هنا اندفاع ومقدمة بينما النقلة. نشوف المركز الثاني، المركز الثاني هتان هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابعها. يا السلام، المشاغب يا السلام يشاغب مع المركز الثاني. المركز الثالث شوفوا اللي حضرت، أول ندى الانسجام، انسجام هجن أم الزبار وبن برقان. يا السلام يا السلام، شوفوا القدوم، شوفوا اللي حضرت، شوفوا اللي وصلت أيضا. يا السلام، هناك الخزامة قادمة لهجن الشحانية. البرنس جار الله بن عقيل. يا السلام، ولكن ما شاء الله يا عبلة، ما شاء الله يا عبلة، ما شاء الله يا عبلة، مع 800 متر الأخيرة عبلة انطلقت عبلة على المركز الأول على المقدمة. عبلة يا عبلة يا عبلة، ما شاء الله عليها، ما شاء الله على اندفاعتها، على اندفاعتها. ولكن هتان قادمة وهناك اسم قادم، أتعاب لهجن الشحانية والبرنس جار الله بن عقيل المري. يا السلام، نتابع القدوم من الخزامة، الخزامة قادمة من الجانب الأيمن، ما شاء الله عليها الخزامة، شوفوا الخزامة اللي انطلقت، شوفوا الخزامة. يا السلام، أتعاب والخزامة والأمتار الأخيرة، ونعود إلى عبلة، نعود إلى عبلة، إلى عبلة، عبلة على المركز الأول، عبلة ولكن الخزامة، عبلة الخزامة، أتعاب هنا الخزامة ولكن عبلة الخزامة، 200 متر الأخيرة ولكن الله. يا سلام يا سلام، اندفعت وانطلقت ما شاء الله عليها وما شاء الله على أداها في مقدمة الشوط. عبلة تعود الأمتار الأخيرة ولكن الخزامة. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنية موصولة للبرنس. والنقطة السابعة في هذا المساء يا أبو محمد، ما شاء الله تبارك الله، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مع الخزامة لهجن الشحانية وللبرنس جار الله بن عقيل المري. المركز الثاني وصلت هنا عبلة لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فرحان. المركز الثالث أتعاب هجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن عقيل. المركز الرابع وصلت هناك هامة هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فرحان. المركز الخامس وصلت توجيه هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام يا هذا الشوط شهدنا واستمتعنا، لكن شوفوا الخزامة اللي غيرت عند الامتار ما شاء الله عليها، 7 دقائق 38 ثانية و89 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للبرنس. والنقطة السابعة في هذا المساء الجميل ايضا سلمت يمينك يا ابو محمد على هذه النقاط المتتالية، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني عبلة لهجن الشحانية، ما قصرت هنا عبلة، توقيتها 7 دقائق 39 ثانية و25 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. وصلت أتعاب على المركز الثالث، 7 دقائق 39 ثانية 49 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللبرنس جار الله بن عقيل المري. تهانينا والناموس للجميع. وفي عهد شيخ وفي أطباء